السلام عليكم. اليوم راح نتكلم على مشروع إنتاج طائرات الهليكوبتر في الجزائر، وأين وصلت الأشغال لهذا المشروع، وبعد يعني التوقيع على الخطوات الأولى للمشروع في 2013 لمدة 7 سنوات بين الجزائر وإيطاليا على بناء مصنع لصناعة طائرات الهليكوبتر، ذلك في إطار اتفاقيات بين دول حوض البحر الأبيض المتوسط في إطار بما يسمى بمبادرة الدفاع المشترك مينا ديفانس أو منظمة 5+5 للدفاع المشترك. وهذا المصنع هذا تم بعد الموافقة على الخطوط الأولى، يعني الخطوة الأولى للمشروع، اختيرت مدينة ولاية سطيف، يعني بالتحديد في بلدية عين أرنات قرب مطار سطيف، لإقامة أول مصنع لصناعة طائرات الهليكوبتر في الجزائر. وكما نشوف هي بعض كثير من الناس تتكلم على الجزائر تصنع طائرات، ما تصنع لا والو، هذه أول خطوة لصناعة الطائرات. شفنا دي بروتوتيب تاع طائرات هكذا من هنا وهناك، لكن لا تلقى لتصنيع طائرات. الآن نشوف في الكمبيوتر هنايا، بحثنا لقينا المصنع هذا، مصنع ليوناردو هليكوبتر أسامبلي بلانت. هذا المصنع هذا، المشروع هذا هنا يزين هليكوبتر دو سيتيف لي ترافو افونس ا غرونبا. اذا الاشغال راهي مازالها قيد ما زالها سيرة. هنا هذا المعلومة هذه عندها 6 أشهر. وهنا نشوف الموقع هنا يا مينا ديفونس نتاع المشروع، وفي حقيقة الطائرات هذه نتاع الهليكوبتر هي تستعمل كثير في الميدان الحماية المدنية، في نقل في ميدان الإسعاف، في الأماكن الحضارية ونصب الوصول إلى المكان الحادث. مليح تستعمل الطائرات الهليكوبتر هذه، وكذلك تتطور إلى صناعة طائرات صغيرة والمتوسطة، واللي هي كذلك يعني مفيدة كتير في محاربة حرائق الغابات ومحاربة التهريب على الحدود، يعني فيها استعمالات كثيرة. وحان الوقت لبلد مثل الجزائر أن تخوض ميدان تاع تركيب هذا النوع من الطائرات لما فيه من كل هذه الفوائد التي ذكرتها. وبعدين نروح نشوف في خرائط جوجل أين وصلت أشغال المركب هذايا في الأشهر هذه، شهرين هذه الماضية. هنا نقترب من الموقع، هذا هو الموقع. وزيد نقترب شوية نشوف أن فيه بناية متاع بناية هنا، وبناية هنا غير مكتملة، والموقع هذا هو، والأشغال تتقطع بطيئة نوعا ما. ونشوف نقيس الطول نتاع البناية هذه باش نعرف حجم نتاع
الحجم نتاع المشروع هنا البناية فيها 137 متر طول، يعني مشروع كبير، بناية اللي راح تحتوي على حوامات تكون من هذا الحجم. إذا هذا هو المرحلة اللي راهي فيها المشروع، وهذه الخريطة هنا، الصورة هذه تاع الفضاء عندها مدة شهرين. فإذا المشروع ما زال سائر، لكن نسبة الإشغال تعتبر ضعيفة على حسب ما نشاهد. السلام عليكم.